مرحبا بكم. تونس 1988 في فيفري باش تكون ثاني جريمة يرتكبها في نابل سفاح نابل كما تسمى ناصر الدمرشي. وما تسميش سفاح نابل بالصدفة، خاطر يلزمك تعرف أنه كان مصر أنه كل جرائمه تصير في نابل. هو كان يعتبر روحه مظلوم، ظلموه برشا ناس، ومن الظلم شي تعدى للانتقام كما باش نوريكم في الحلقة هذه. ولكن كان يعتبر روحه مظلوم من برشا ناس ناوي عقبهم، ومظلوم بصفة عامة من هذه الولاية، ولاية نابل. هذاك علاش من الغرائب اللي صارت أنه في واحدة من الجرائم متاعو باش يدفن الجثة في سوسة من غير ما كان في بال. وقت اللي باش يكتشف اللي هو دفن الجثة في سوسة باش تغيظوا برشا الحكاية، وباش يقول عمري ما كنت نحب ندفن حاجة في سوسة، الكل نحب ندفنهم في نابل. اسمع معايا كيفاش يحكي على النقطة هذه. قلت أنا قمت بها لو كان كنت نعرف اللي المنطقة هذيك يعني تتبع ولاية سوسة ما كنتش نعملها. كنت معناها ناخذ الواج أو النخل الريفي حتى نخلة للقرصع تبع نابل. إذن هالسفاح هذا غريب الأطوار بدأ يأخذ ثقة في روحه، وبدأ بشوية بشوية يشوف أنه يعمل في الجرائم، وحتى حد ما يوصل له توزوز قتلهم فص ملح وذاب، حد ما جاي يسأل عليه. هذاك علاش في جوان عام 1988 باش يقرر الانتقال للانتقام. وهو من شكون يحب ينتقم؟ من زوز من الناس تحديدا، من زوز عائلات تحديدا. اولا بنت خالته الاولى بالكل، ذكرتوها بنت خالته اللي طلع لفرنسا باش يخدم ويكون ويرجع ويعرس بها. وقت اللي رجع القاها معرسة، أول ما بش يعمل بش يحاول بكل الطرق أنه ياخذها. يا راجل راهي معرس ميسالش، نطلقوها وناخذها هنا. يا ولدي راهو ما يجيش، هاو نعطيكم الفلوس. هي ما هيش حكاية فلوس، أما شنو اللي ناقصني أنا؟ هذه ديما عنده العقدة، أشنو اللي ناقصني؟ وقت اللي بش يتأكد تماما أنه بنت خالته أعمرها ما هي باش تاخذه لليوم لغدوة، فسخ عليها بالأحمر وقرر أنه ينتقم منها. وفي شنو ينجم يوجعها زعما؟ في شنو ينجم يوجع أم؟ أكثر حاجة تنجم توجعها، كان مصر أنه انتقامه يكون في أكثر حاجة غالية عند الناس اللي باش ينتقم منهم. باش يكون انتقامه في ولدها رمزي. وهكا احكيها على قراره. قررت معناها فك الوقت هذاك عندها ولد رمزي، عندها ولد يعز عليها كما انا كانت معناها تعز علي برشا حاجات ومحرموني منها. عندها ولدي عز عليها، حبيت ان احيولها من قدام. ولد هذا اسمه رمزي، يعرفني ويعرفوني، تسلفوا من عندي في الفلوس نمشي لدارها كما العادة. اذا الناصر الصياد قاعد يدور بموتوره كي العادة، والمرة هذه الفريسة متاعه هي رمزي. وين رمزي؟ رمزي ماشي للسينما مع صاحبه وليد، عرضهم وهما ماشيين للسينما. وين ماشيين الأولاد؟ ماشيين تفرجوا في فيلم كذا. بربي عندي مشكلة، تجيو شي تعاونوني ونعطيكم 500 فرنك كل واحد.
اشنو المشكلة يا عم الناصر؟ عندي البرويتة وحلت لي في الـ في الـ في الـ في الـ في الطبعة في الرمل في الوه. ما كانش عينهم اللي شد صحيح وبدا يلحلح. قال لهم تفرجوا في العشية في الفيلم ولا في الليل ويجاوا معايا تو. وما كانوش ملعكسي، رمزي ووليد اتوجهوا معاه، لكن هما قاعدين يمشيوا بضعة أمتار ديجا، ووليد فهم لي ناصر لاهي مركز مع رمزي، يحكي مع رمزي هازو بريسك في ديه. دونك قال فك عليا باش نقعد طالع انا طويكا باش ارجع نتفرج في الفيلم. ورجع وما شافوش اصلا الناصر الدمرجي، خاطر مخو الكل في رمزي. وصلوا الثانية مهجورة، امشى بيه في وسط الثانية، وين البرويتا وين الكريتا، هنا باش نخلطولها، هاي لهنا هاي غادي، حتى لي وصلوا الخربة في وسط الثانية. رمزي خاف وفهم انه الحكاية ما فيهاش برويتا. يا عم الناصر ويني البرويتا؟ ما فما حتى برويتا. ملا شنو قاعدين نعملوا احنا لهنا؟ ماني شنو باش نعملوا؟ واذا بيه يشد يخنقوا مباشره. اش بيك يا عم الناصر؟ فاش قاعد تعمل؟ اشنو عملتلك؟ شنو عملتلي؟ اسال امك. امك أتو تقول لك، أمك هي السبب في كل شيء. هكا باش يقول ناصر الدمرجي الرمزي وهو قاعد يخنق فيه. ناصر الدمرجي اللي أحكي هكا على اللحظات هذه من جريمته في حق رمزي. هزيت الولد فهمني وهزيت الواد فما في بلاصه ولا واد بن خيار لك الثانية هذيك ودخلنا البيت المهجور. قال لي علاش جيت لهنا؟ قلت له انا تحب تعرف علاش؟ اسال بعيدة امك فهمني تو تقول لك علاش. هنا دخلت ثم بيت مهجور معناها في ثانية وعملت معاه فهمتني يعني حاجات اللي ما كنتش معناها نتخيلها ومانيش ما نعملها مانيش شاهي. ومن بعد العملية ما زالت متواصلة، عملية الانتقام ما زالت متواصلة وبكل غل المرة هذه. لأول مرة في جرائمه ناصر الدمرجي بش يستعمل السلاح الأبيض، بش يجبد موس وهو حاطط تحته الطفل وبش يدغروا بيه كذا دغرة في جنبه. موس دغر كتف له يديه اغتصبه قبل ما يقضي عليه. قضى عليه وكيما العادة باش يقوم بدفنه وهكا باش يحكي. ربطت له يديه فهمتني، ربطت له يديه من تالي وتحولت بيه لبلاصة معناها بجنب الدار وحطيته وبركت على صدره وفهمني علاش. قال لي قلت له امك راهي تدم. انا اول مره زاد نمارسها عمليه الدم هكا وما مارسهاش قبل، فالدم بخني في حواجي وما وش ما زيت منها. نشوه كبيره باش يحس بها ناصر الدمرجي بعد الجريمه نتاعو. في الاثناء رمزي ما روحش، امه تسال عليه، تفركس من بلاصه لبلاصه. قالوا لها في السينما مع وليد، فركست على وليد، جاء وليد، يا وليد عايش ولدي وين؟ ورمزي رمزي ما وخليته مشى مع عم الناصر، راهو مشى قبيله قالنا باش يهزنا لسانيه ولا شنو عنده البرويته وحلت له. ام رمزي
قلبها باش يقولها مباشرة أنه فما مصيبة صارت لولدها. تعرف مليح الناصر، تعرف مليح أنه يسالها مغرفة، تعرف مليح أنه غاضب عليها، تعرف مليح أنه مش مسامحها أنها ما عرستش بيه من كذا عام، باش تمشي تشكي بيه مباشرة وباش تتهمه بقتل ولدها مباشرة بعد ما طال غياب رمزي. باش يتوقف ناصر الدمرجي لأول مرة، باش عادي 3 أيام على ذمة التحقيق. عاد وقتها أواخر الثمانينات لا فما أديان لا بصمات لا هم يحزنون، باش يتم إطلاق سراحه بعد 3 أيام. لم متأكدة أنه ناصر هو اللي وراء اختفاء ولدها. داير أول ما باش يخرج بعد 3 أيام باش يمشي عس على اللي كان السبب في أنه يحكي الأم رمزي وليد، باش يترصدوا من بلاصة لبلاصة. الطفل دخلت فيه غولة ولا مرعوب، لا عاد يحب يخرج من الدار لا يمشي يقرأ. سالت أمه يا أخي شفما شبيك اش صار يا أخي، حكي لها الحكاية، راهو عم ناصر يتبع فيا من بلاصة لبلاصة. وعلى الفور أمه مش تمشي تعمل عركة كبيرة للناصر، وبش تمشي تشكي للأمن وتاخو عليه التزام أنه ما عادش يدور بولدها. أيامات من بعد باش تتلقى الجثة متاع رمزي، كلاب مصيد باش تلقى الجثة متاع رمزي. تعاود أمه تشكي بناصر، يعاود يتوقف 9 أيام ثم يتم إخلاء سبيله لعدم كفاية الأدلة. كما خطط الناصر الانتقام الأول تعدى 100%، ما فما حتى إشكال، الطفل مات والعدالة تعديت. وقيت الانتقام الثاني، الانتقام الثاني من شكون باش يكون؟ المرأة الثانية اللي يعتبرها سبب مأساته، فطومة. فطومة اللي ما خلتوش ياخو حب حياته، فطومة اللي حرمته من غاية كما هي ورجلها حرموه من غاية. أخت فطومة اللي ما خلاوش ياخذها كما هو باش يحرمها من أغلى ما عندها. فطومة عندها 4 أولاد، 3 معاقين وواحد لباس. عبد القادر عمره 14 سنة، عبد القادر هو اللي باش ننفذ فيه الانتقام، هكا باش يقول الناصر.